أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته جاء في وصيه هشام التي اوصاه بها الامام الكاظم عليه السلام فقرات من وصيه عيسى بن مريم للحواريين وهذا من الامور الملفته فانه على ما يقرب من صفحتين من هذه الوصيه نقل الامام الكاظم عليه السلام ماذا قال المسيح عيسى ابن مريم للحواريين وفي هذا معان متعدده سوف نعرض اليها بعد قراءه قسم من هذه الوصايا المسيحيه بحسب التعبير للحواريين في وصيه الامام الكاظم يقول يا هشام ان المسيح عليه السلام قال للحواريين يا عبيد السوء يهولكم طول النخله وتذكرون شوكها ومؤونه مراقيها وتنسون طيب ثمرها ومرافقها كذلك تذكرون مؤونه عمل الاخره فيطول عليكم امده وتنسون ما تفضون اليه من نعيمها ونورها وثمرها يا عبيد السوء نقل أدقوا القمح وطيبوه وأدقوا طحنه تجدوا طعمه ويهنأكم أكله" عجيب المسيح يوصي الحواريين بأن يتقنوا الأكل لا يريد شيئا آخر كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم وينفعكم غبه بحق أقول لكم لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنه كذلك ينبغي لكم ان تاخذوا الحكمه ممن وجدتموها منه ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها يستمر الامام فيما بعد نحن نكتفي هذا اليوم بهذا المقدار اولا اصل استشهاد الامام عليه السلام بكلام المسيح عيسى بن مريم في وصيته لهشام بن الحكام كانه يريد ان يقول للناس ان الاصول التي تعتمد عليها الديانه السماويه سواء كانت في نسختها المسيحيه او اليهوديه او الاسلاميه الأصول العامة هي أصول واحدة وبالتالي لا مشكلة في أن يستشهد الإمام عليه السلام بكلام عيسى بن مريم ولا مشكلة في أن يستشهد بكلام موسى بن عمران ولا مشكلة في أن يستشهد بكلام إبراهيم الخليل في القرآن الكريم ورد وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب قصة الديانات والرسل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل آيات اللي سبقت ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن إلى ربك المنتهى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى هاي كلها المبادئ كما هي مكتوبة الآن في القرآن هي موجودة في ماذا؟ في صحف إبراهيم، في صحف موسى، نفس المبادئ نفس العقائد، نفس الخريطة. وهذا أيضا يشير إلى معنى آخر وهو وراثة الائمه المعصومين عليهم السلام لتراث الانبياء السابقين الان لو ذهبنا مثلا الى احد العلماء المعاصرين للامام الكاظم من اتباع مدرسه الخلفاء ليس عنده الا هذه النسخ المحرفه من اليهوديه لكن ائمه الهدى عليهم السلام عندهم المبادئ الاصليه التي كانت في التوراه والانجيل وما جاء به النبيون من ربهم وهذا يشير الى قضيه الاتصال بين الانبياء السابقين وبين الائمه المعصومين عليهم السلام مثلما ان اولئك الانبياء كان لديهم العلم الالهي ايضا ائمه الهدى كان لديهم نفس ذلك العلم وزادوا عليهم بما لم يعلم اولئك الانبياء من عقائد الاسلام واحكام الشريعه الاسلاميه. فاستشهاد الإمام نابع من هذا هذا واحد الأمر الآخر أننا لو لاحظنا طريقة عيسى بن مريم في موعظته وإرشاده وهذا أيضا أشرنا إليه في الحديث عن شخصية عيسى بن مريم أيضا في قصة الديانات والرسل سوف نجد أن لديه أسلوبا خاصا به أكثر منه وهو أسلوب مؤثر وهو أسلوب ضرب المثل وتقريب المجرد بواسطة المجسد بعض الأفكار بعض المعلومات كل ما تشبهها بشيء خارجي ظاهر امام الناس كل ما راى ذلك المثل الخارجيه تذكر تلك الفكره وهذه الطريقه كانت لدى المسيح عيسى بن مريم طريقه شائعه جدا مثلا هنا ياتي الى الحواريين و يخاطبهم ويوبخهم ويؤدبهم بذلك: يا عبيد السوء يهولكم طول النخله وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها وتنسون طيب ثمرها؟ الان اي واحد اذا يشوف نخله قدامه يتبادر الى ذهنه ايش قد فيها الشوك إذا كانت طويلة شقد تحتاج إلى جهد إلى أن يصعد عليها، لكن هذا في نفس الوقت ينسى أن وراء هذا الشوك، وراء هذا التعب، وراء هذا الصعود إلى الأعلى على النخلة سينال منافعها ورطبها وتمرها ويقيم حياته على اساس غذائها فالقضيه اذن تسوى بل اكثر من هذا لو ذهبنا الى موضع اخر التمثيل المباشر اللطيف ان ابن شعب الحراني رضوان الله تعالى عليه وهو من علمائنا مؤلف كتاب او جامع كتاب تحف العقول عن ال الرسول من علماء الاماميه متوفى في القرن الرابع الهجري يعني حوالي سنه الثلاثمئه وما بعدها هذا في اخر الكتاب بعدما جاء بوصايا رسول الله ووصايا المعصومين انهى الكتاب بوصايا المسيح لاصحابه والحواريين وهناك في كثير من الامثله مثلا يقول لهم يا عبيد الدنيا مثلكم كمثل القبور المشيده قبور جميله فخمه لا سيما في البلاد الغربيه الان يعجب الناظر ظهرها كلش فخم رخام ما ادري ورد مزروع حوله الى اخره وداخلها عظام الموتى مملوه خطايا فانت ليصير شكلك هذا مظهرك مظهر جميل ملبسك ملبس انيق وجهك مرتب ولكن في داخل قلبك الخطايا والذنوب فانت حينئذ تكون كالقبور المشيده في موضع اخر يقول يا بني اسرائيل اما تستحيون من الله ان احدكم لا يسوغ له شرابه حتى يصفيه من القذى اذا شاف في الكاس شيء من القذى شعرة، غير ذلك تعافى نفسه لا بد أن يصفيه ولا يبالي أن يبلغ أمثال الفيلة من الحرام شربك هذا. القذى الصغير لازم تشيله لأن يرتبط ببدنك وقد يؤذي بدنك لكن في قلبك وضميرك وإيمانك عندك موقذة مثل الفيل من الذنوب والخطايا لا تبالي به وهكذا يقول في مورد آخر بحق أقول لكم من نظر إلى الحية تأم أخاه لتلدغه حية قاعدة تمشي مو باتجاهي باتجاه الاخ ولم يحذره حتى قتلته فلا يامن ان يكون قد شرك في دمه اذا ما يقول لأ التفت ما يقول لأ انتبه ما يقول لأ توخر وهي لا تكلفه شيئا مو معلوم ان هذا ما يعد شريكا في دم دمه من الناحية الأخلاقية زين ماذا يترتب على هذا شوف هنا ينتقل من المثل الخارجي حية تلدغ واحد وهو قاعد ما يقول له ينتقل إلى المعنى الأساسي المطلوب فيقول وكذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة ولم يحذره عاقبتها خطيئة حية قاعد يشتغل على هذه الخطيئة ما حذره يقدر يقول له ترى هل عمل هذا مو زين مو مناسب إليك لا يتفق مع إيمانك ولم يحذره عاقبتها حتى أحاطت به تلك الخطيئة فلا يأمن أن يكون قد شرك في إثمه من الناحية الاخلاقية قد يكون مسؤولا عن ذلك لانه لا يكلفه شيء مجرد كلام مجرد تحذير مجرد اشارة مجرد نصيحة كيف ذاك الذي رأى الحية تذهب إلى ذاك والخطيئة قد تكون أعظم في أثرها من الخطيئة الحية بالتالي تلدغ يمكن ان يعالج او يمكن ان يتمرض مرض من الامراض لكن الخطيئة من الممكن ان توصله الى نار جهنم، لاحظوا ان المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام هنا وفي سائر الموارد ياتي بصور بامثلة بقضايا خارجيه بحيث تتثبت في ذهن الانسان قد يكون هذا ايضا راجعا الى ان في بني اسرائيل من بعد نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه افضل الصلاه والسلام شاع عندهم السفسطه يعني اختلت الموازين الفكريه من الممكن ان واحد يناقشك في اوضح البديهيات شايف قسم من الناس اوضح البديهيات يجي يقول لك من يقول هذا الشيء صحيح فانت لازم في مثل الحاله لازم تبدا اياه من وجود الله عز وجل الى ان توصل الى هذه القضية ومع ذلك عند قسم من الناس لا يفيد ولا ينفع ينشغل قسم من الناس باللعب بالكلام وبصناعة الجدل العقيم الذي لا نتيجة له فتغيب عنهم الحقائق هنا من الامور التي قد لا يستطيع الانسان ان ينكرها هو التمثيل بالقضايا الخارجيه نخل امامك انت تستثقل شوكها وتستثقل الصعود لها كذال وتنسى ان فيها الرطب الجني الذي تعتاش به كذلك الاخره ايضا الاخره الجنه تنسى نعيمها الخالد والدائم من ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تتذكر شنو ان صلاه الصبح صعبه صلاه الفجر واحد يقوم ليه من الصبح حز نومته والله واجد صعب الصوم ثلاثين يوم في شهر رمضان يقول لك والله صعب الصيام ثلاثين يوم أيام الصيف نهلك طيب الثمن مال هذا أنت شوف قايس بينه وبين هذا الثمن الذي تدفعه وتعطيه ثلاثين يوم في السنة خمس فرائض في النهار والليل، لكن بعد ذلك هم فيها خالدون، تعجز الارقام عن ان تحسب مده بقائك، تعجز المقاييس عن ان تحسب مقدار لذتك، لذلك شيء لا تستطيع ان تتصوره حتى بخطور القلب، يعني من الممكن انت لما يقول لك واحد شيء حلو جدا حلو يتبادر الى ذهنك مثلا ايس كريم يتبادر الى ذهنك مثلا فاكهه يتبادر الى ذهنك حلويات يتبادر الى ذهنك امثال ذلك من الامور لكن يقول لك ذاك اللي في القيامه ما تقدر تتصوره ما تقدر تتخيله يعني يقدر إنسان أن يتخيل مثلا بناية من عشرة مليارات طبقة يقدر الخيال يقدر مو ألف ولا ألفين عشرة مليارات طبقة قصر من القصور قد الدنيا مئة مرة يقدر يتخيل الإنسان هكذا لكن هذا هم اللي تتخيله ليس ذلك الذي هو في الجنه هو دون ذلك هو غير ذلك فانت اللي تريد ذاك النعيم ذاك الشيء اللي ما تتصوره رزقنا الله واياكم نعيم الجنه ووالدينا ومن يسمع طيب ليش تستكثر عليه على نفسك الالتزام الديني والله الحجاب صعب خصوصا في هالظروف الكذائيه، طيب انت الاجر لو تفكر فيه المراه والجنه التي تنتظرها تعد هذا شيئا لا شيء اصلا، كذلك يقول المسيح عيسى بن مريم: يهولكم طول النخله وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها ومؤونة مراقيها وتنسون طيب ثمرها ومرافقها سائر المنافع التي تترتب عليها كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة والله الالتزام صحوب والله التدين في الزمان محرج خصوصا قسم من الناس يسخرون، خصوصا قسم من الناس كذا يقولون هذا رجعي وهذا متخلف وهذا ما ادري كذا والناس كلها غيرت هالامور. كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها زين بعد ذلك يأتي ويقول يا عبيد السوء نقوا القمح وطيبوه وأدقوا طعن طحنه عيسى بن مريم اللي هو رجل زاهد لا لم تكن له زوجة ولا بيت ولا طعام مرفه وكان يسيح ويسير هذا يجي يقول نقط القمح زين انخله تمام اخبزه زين شنو هذا يقول بحق اقول لكم نقوا القمح وطيبوه وادقوا طحنه تجدوا طعمه تدري تجي تجيب القمح من دون طحن وتسوي خبز ما تقدر تاكله تسويه خبز بس بدون ما تنخله من الأشواك وما شابه ذلك ما يكون لذيذ ويهنأكم أكله طيب انت توصينا حتى ناكل ونشبع ونسمن أو لا يقول لا كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته انت تصلي تصلي ليش ما تتوجه في الصلاه انت قايم الى الدعاء قاعد فيه ليش ما تركز في المعاني التي تسمعها انت تقرا هذه السوره وتلك ليش ما تخرج القراءه بصورتها الصحيحه كذلك مثل ما القمح والاكل تطبخه زين حتى ياتي حسن الطعم ايضا ايمانك احرص على ان يكون كذلك شايف قسم من الناس مثلا في الصلاه يركض ركض الله اكبر لا 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 طيب ركض وراك زين انت مره ما قايم خب ما قايم ذاك البعيد لا سمح الله بس انت اللي قمت الان جيت الى المسجد قمت إلى صلاة الصبح جئت إلى صلاة المغرب كبر تكبيرة معتبرة اقرأ قراءة سليمة استقر في حال الركوع استقر في حال السجود وإلا حسب تعبير نجوع ضرب جموع كما يقول المثل انت القومة قمتها ولكن ما حصلت على الثمرة كاملة جبت القمح واشتريته طيب وتعبت في طبخه لكن الآن لما تأكل تشوف ما تقدر تسيغه ولا تمضغه العتب عليك لأنك لم تطحنه طحنا سليما ولم تنقه ولم تصفه لذلك ما حصل طعم جيد أيضا صلاتك ما قرأت بشكل هادئ، ما استقررت في صلاتك، ما توجهت فيها لا تجد طعم هذه الصلاة، وين ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وين طمأنينة القلب اللي تحصل؟ وين تقريب هذه الصلاة إلى الله؟ ماكو ليش؟ لأنه مثل ما لم تحصل على طعم لذيذ من ذلك القمح غير المطحون ايضا لم تطحن صلاتك طحنا حسنا لم تعطها حقها المطلوب لم تفكر فيها لم تتامل فيها واحيانا يكون الفرق نصف دقيقه يعني اذا واحد يركض في صلاته او واحد يتانى احيانا يكون الفرق نصف دقيقه دقيقه قل دقيقتين دقيقتان هي نصيب الله وانت تظن بها وتبخل بها ولا تعطيها حقها طيب مع انه لو صليتها بهدوء باستقرار بطمأنينه بتأمل بتوجه حققت كل الاهداف من الممكن حصلت الثواب حصلت الاستقرار حصلت الهدوء النفسي حصلت طمانينه القلب ارتقت بك هذه الصلاه الى معراء كمعراج الى الله سبحانه وتعالى بينما انت ركضت فيها وفرت على نفسك دقيقتين علشان شنو هل دقيقتين لا شيء ماذا تستطيع ان تصنع في دقيقتين اختزلت فيها صلاتك شنو تقدر تسوي علم تطلب علم مثلا في هالدقيقتين لذه عظيمه بتحصلها في هالدقيقتين اموال طائله راح تحصل لك في هالدقيقتين لن يحصل لك شيء يقول كذلك فاخلصوا الايمان واكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم وينفعكم غبه نتيجته حاصله فوائده تنفعكم بحرصكم عليه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يعطون الايمان والعباده حقها حتى تعطينا نتيجتها في هذه الدنيا وفي الاخره جنه النعيم انه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين